طلينا أمس أمس نعمس على هذا الصباح غادي نهضر على زواج المصلحة. داكور. على زواج المصلحة هو ذاك الارتباط اللي ما فيه لا حب لا مودة لا أحاسيس. ما فيه الفلوس. كيكون مبني غير على الاستغلال أو الوصول شي هدف. يا الفلوس يا شي منصب يا حتى جنسية. دونك تو ديبون. آه. واليوم ولينا كنشوفوا أن هذا النوع ديال الزواج ولا واحد الواقع اللي كاين في جميع المجتمعات، والحاجة الوحيدة اللي كتكون مقفة يعني ذاك العمود الفقري ديالو ديال هاد الزواج هو المصلحة الشخصية. وي كيكون غير هادشي هو اللي كيكون فوالا وعوض ما يتسمى نسميوه زواج، فنقدروا نقولوا أنه كيولي واحد الصفقة تجارية بين جوج ديال الأشخاص. اكزاكتومون. دونك سوينا هاد الصفقة سوف نصفق جميعا. الوغ فشنو هما اون جينيرال الاسباب ديال هاد الزواج اللي كيدفعوا ان يكون هاد الزواج؟ اول سبب هو الهروب من الواقع. كاين شي اون جينيرال كتقيس البنات، دونك كاين شي بنات اللي كيتزوجوا باش يهربوا من واحد جوج كلمات اللي هما كيكونوا شقاتين في المجتمع، اللي هما كلمه بايره وكلمه مطلقه. مي راه كيكون جوج مصلحه من غير هاد لي كادو. اوكي عاجي اليوم شيش اللي كيبداو صغار زين كيبداو خفاف. سي ان تروك، لان المجتمع النظره ديالو كتكون قاسيه على هاد جوج حالات سورتو المراه اللي مطلقه. اكزاكتومون. فكيتزوجوا حتى اللي مازال ما مزوجاش، وسمحوا لنا على كلمه صغيره ما يسيب فوالا سي واحد الكلمه اللي كنداولوا حنا كاملين. سي فري كو عيبه ما خصناش نقولوها نورمالمون، مي فوالا. مي انا قلتها بوغ سوليني داك القساوه ديالها فوالا اللي وصلوا واحد السن ومازال ما تزوجوا فوالا. اللي حنا في المجتمع كنشوفوا واحد الحاجه اللي خايبه الوغ كو نو. الوغ فكيتزوجوا غير باش ما كيبقاوش كيسمعوا ديك الهضره ديال الناس. اي بيان سور هما ملي كيتزوجوا هاد الزواج ما كيشوفوش كزواج مصلحه، كيشوفوا انهم تزوجوا بالعقل ديالهم. سافيدير كو تزوجوا امرياج دو ريزون. سوف كو نو، هذا هو هدف كيطيحوا فيه باسكو هذاك الشخص اللي كيتزوجوا به كيقبل انه يتزوج بهم، فهما كيتزوجوا به باسكو هما باغيين انهم كما كنقولوا يتستروا. وي وهو او يدوزوا او يعيشوا هذيك التجربه ديال الزواج اللي كتبقى فوالا تجربه اللي خص اي واحد يعيشها. فوالا كتبقى المجتمع كيكادريك فوالا خصك تتزوج في الضينه وسالينا، ما كتقول لهم مزوج كيقولوا عليك حوايج اخرين. الوغ كي تقدر تطيح في واحد الشخص اللي غادي يقبل هذا الشيء باش يستغلها او لا يكون طامع فيها. وغادي سورتو يستغل هذيك لا فيبلس ديالها. داكور. الوغ السبب الثاني هما بيان سور الفلوس. إقاردن. فوالا. ألوغ فكاين اللي كيتزوج بشخص غير على فلوسه، مرا كانت أو راجل، كاين حتى عند الرجال. وأون جينيرال اللي كيوقع في هذه الحالة هو كتلقى ديما كيكون بيناتهم واحد فريق السن في السن ديالهم. ألوغ هاد الصفقة كيفاش كتتم؟ وي. والواحد كيشوف أنه غيستغل الفلوس ديال ذاك الشخص، والاخر كيشوف انه غيستغل ويبا بروفيتي من داك الشباب ديال داك الشخص. ديال داك الشخص. دونك هادي الصفقه اللي كاين الشباب ها هو. اكزاكتومون. كون فهمتوا بلا ما نزيدوا نطوروا. فوالا. وان جينيرال داك الشخص اللي كيتزوج على الفلوس نهار كيوصل للهدف ديالو فشنو كيدير؟ كيتخلى على الشخص الاخر. فوالا. صافي. نهار كيعرف كيفاش يجد الفلوس فوالا. تخلى على المنبع ديال الفلوس. كيتخلى على البنكه. كيدبر على منبع اخر. كيولي هو داير منابيع. كيبدل لا بنك. شو بنادم كيدير؟ هذا هو بنادم والله. راسي زيد كمل. ولكن كاين سبب ثالث اللي هما دي فوا العائله الاباء. كاين دي بارون اللي كيفرضوا على ولادهم زواج المصلحه يا باش كيحققوا واحد الهدف او باش كيزيدوا يوطدوا شي علاقات عائليه ولا تجاريه بيناتهم. يا اما النسب يا اما فلوس يا اما شي حاجه تما. اكزاكتومون اكزاكتومون. الوغ زواج المصلحه عنده اثار خايبه لا على الشخص ولا على المجتمع، وان جينيرال كيكون سبب في حدوث كوارث بحال كنشوفوا السرقه النصب والاحتيال وفي اخطر الحالات القتل. دونك اللي كيقتل الاخر باش كيستافد من الفلوس ديالو. باوي باسكو كتدخلوا ان سيركل فيسيو. ان سيركل فيسيو اكزاكتومون. فالزواج انا كاين باردون مو كاين اللي كيصدق ليه قليل قليل، مي كاين اللي كيصدق ليه
سي 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 والله الا كاين اللي كيصدق لي انا شكون دي جون هاكا داكشي ارونجي النهار الاولاني ماشي ارونجي هذا راه مصلحه سيدي كنت ما كتزوجش باسكو باغي داك الشخص كنت مال المصلحه ديالو سي فري صدقات كتبغيه وكيبغيها يلاه زيدي كاع فيلم تركي هذا زيدي الوغ انا كنظن ان الزواج ما خصوش يكون بني لا على حتى شي مصلحه لا الزين لا الفلوس لا حتى شي حاجه باسكو حتى حاجه في هاد الحوايج هادي ما كدوم الزين كيمشي الفلوس الارزاق بيد الله دونك ما كنعرفوش الواحد يقدر يكون لاباس عليه اليوم وغدا يولي ما عندوش فقير اللي كيدوم هو داك الجوهر ديال الشخص المبادئ ديالو شنو هو لي فالور اللي عنده وهادشي كامل كيربطو الحب وباش جوستمون هذاك قطار الحياه الزوجيه يمشي مزيان لازم يكون مبني على الموده والرحمه والحب والتفاهم والاحترام اما الى تبنى والغزوال تاو دودو انا ايكولو الكتريك وي ليكولوجي راه لا الكتريك يلا اما الى تبنى على المصلحه فاكيد انه غادي يكون زواج فاشل والمده ديال الصلاحيه ديالو غتسالي مع الوصول لتحقيق ذاك الهدف اللي تزوج به الانسان نهار علاش تزوج الانسان نهار الاول فالواحد نهار يبغي يتزوج لازم يختار زوجه او زوج ماشي يختار صفقه القرن لينو صفك جميعا